فن وزينة. صباح النور سميح. صباح النور وائل، وصباح الخير لأولاد، وصباح الفل للي يسمعوا في كنوز أفام الكل. اليوم وائل باش نوريو مستمعينا طريقة تحضير الفطاير بالحمى فروم ولا الخبز بالحمى فروم، وطريقة تحضير لونغ دو شا. دونك نبداو بالخبز نتاع الحمى فروم. بالنسبة للحشو لازمنا كيلو حمى فروم، 3 فصوص ثوم، مغرفة طماطم معجونة، 5 كعبات طماطم مقصوصين جويدين، حفنة بندق مغرفة هريسة، زوز ربطات معدنوس مقصوصين جويدين، بصلة مقصوصة جويدة، 9 ورقات نعناع مقصوصين جويدين، نص مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة فلفل أحمر، مغرفة صغيرة فلفل شايح مهرس، ومغرفة ونص صغيرة ملح، ومغرفة نعناع شايح. بالنسبة للعجينة لازمنا 5 كيسان فارينة، زوز مغارف صغار ملح، مغرفة صغيرة سكر، ساشي خميرة فورية، زوز مغارف كبار زيت قطانية، كاس ونص ماء، وربع كاس ماء دافي. أول حاجة نصبوا الخميرة والسكر في ربع كاس ماء دافي، نخليه يرتاح في بلاصة دافية لين يضعف الحجم متاعه ويعمل كشكوشة، ومن بعد في صحفة أخرى نصبوا الفارينة والزيت والملح والماء، ونزيدوهم الخميرة اللي حطيناها تخمر على جنب. نعجنوا مليح لنتحصلوا على عجينة طرية، نغطيوها بمنديلة ونخليوها ترتاح في بلاصة دافية ساعتين من زمان. نمشيو نخلطوا الحمى فروم مع الفحات اللي قلناهم الكول والمعدنوس والبصل والبندق وكل شيء والهريسة وكذا، ونتعدى نقسموا العجينة اللي ارتاحت على 24 كعبورة. فوق طاولة مرشوشة بالفارينة نحلوهم الكعبر هذوما أقرص نتاع 20 سنتيمتر دو ديامتر. كل قرص نحلوه نحطه فوق زوز مغارف من الحشو نتاع الحم، ونحلو الحشو هذية فوقها مليح، ونخليه جست الحروف ما نحلوش فوقهم الحشو. نحطهم في طبق مدهون بالزيت ونطيبوهم في الفور على 220 درجة حتى نشوفوا الحم طاب والعجينة بدأت تولي دوري. نخرجوهم من الفور ونكلوهم سخونين مع صوص بلانش. هذوما يجيو بنين برشا مع صوص بلانش وائل. الصوص بلانش اللي تتطلب زوز ياغورتات ناتور، حكة كريم فريش، 4 كعبات فقوس مقصوصين دي كوب، منحيو منهم القلب متاعهم، وفص متاع ثوم مهرس، رشة ملح، رشة فلفل أكحل، زوز مغارف زيت زيتونة، 10 ورقات نعناع مقصوصين جويدين. نخلطو هذوما الكل مليح ونحطوهم في صحافي مع الخبز هذي المحشي بالحمى فروم، وتاكلوا بالشفاء. هذا بالنسبة للسالي. طبعا نمشيو للسكري ونتعديو لطريقة تحضير اللونغ دو شا. دونك لازمنا 200 غرام سكر محاور، 200 غرام زبدة، 250 غرام فرينة، وستة أبيض عظم. نخلطوا السكر المحاور والزبدة بالخلاط مليح حتى يولي عنا كل كريمة، حتى نتحصلوا على خليط كيما الكريمة. نزيدوها الفرينة، نخلطوا مليح، وبعد نركزوا العظم الأبيض أو نيج كيف يولي كيف ما الموس ولا كيما القطن. نخلطوه بشوية بشوية مع الخليط الأولاني بالسباتيول باش ما يهبطش العظم هذيك وتقعد الفوليوم متاع العظم المركوز. الخليط هذي كيف يتخلط مليح مع بعضه نحطوه في بوشادوي ونشكله صوابع متاع عجينة فوق طبق مفروش بالبابي كويسان، وندخلوهم للفور على 150 درجة مدة 20 دقيقة لين يولي لونهم مازال ما مالش للدوري. قبل ما يوليو يعني قبل ما يوليو دوري نخرجوهم، سينا اذا كان يوليو دوري راهم بشيبسوا برشا. نخرجوهم مازالوا بيض شويه ونحطوهم يبردوا قبل ما ناكلوهم، وهكا يكونوا كمان نوائل وتاكلوا بالشفاء.